معانا الحاجه الجميله ده مبسوط قوي بالجهاز وقرر يعني يتجوز على مراته. انا بس بنقول لكم يعني حبيت انقول لكم روح الانبساط وفرحه الناس بالجهاز. طبعا ده جهاز فوق الركبه، ركبه هيدروليك الماني ما شاء الله، كان زي الركبه الطبيعيه. اتني ركبتك كده، اتنيها، انت ممكن تتنيها لوحدك، دي ركبه الماني هيدروليك. افرد وتني، ايوه كده، ما تخافش، هو اول مره بس يلبس الجهاز فمش واخد عليه، ما تخافش، انت تقدر تعمل كل حاجه بس مش هتتجوز على الست الحلوه دي. ماشي، تتني وتفرد وتطلع بيها على السلم وكل حاجه. ست مع كل جهاز. ست مع كل جهاز. يلا، هم مبسوطين طبعا يا جماعه قوي قوي بالجهاز. الركبه هيدروليك الماني. طبعا عايزه بس، طبعا احنا بنبقى مخليين ما شاء الله الجهاز متغطي كانه رجل طبيعيه. يا جماعه ارفع تاني، معلش ارفع كمان سويف عليه.